السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهدوا ردة فعل التونسيين بعد زيارتهم الى الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. احلى ناس، رحلتنا اليوم من باب البحر من تونس العاصمة الى عنابة الجزائر. ليتس جو. رحلتنا الى عنابة ابتدأت باش ناخذوا لواش كراهب هذا كله يهز العنابة ب 50 دينار من تونس العاصمة لعنابة، وكانت تحب تخلص بالفلوس الجزائرية 300 دينار. هاي كراهب كل موجود حتى ليبيا، تحب تمشي ليبيا تمشي، تحب تمشي الجزائر تمشي. يرافقني في الرحلة اليوم خونا لطفي، مش معي للجزائر لطفي اليوم. حول الله. أول مرة تسافر لطفي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إيش بيهم يتعاركوا علينا شوف السواقين؟ مش عارف، في واحد يقول لك مش كلها تعال معي تعال معي. عنابة وعندي خوتي في عنابة ولاد خويا في عنابة. ما شاء الله عليك، تعرف تطاوين زاد؟ ديما نجي تطاوين أنا، ديما نجي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. ديما نجي، عندي صاحبي متطاوين زوج واحد شهر. يا الخو. قداش الساعة من هنا لعنابة؟ واحد ثلاث سوايع. ثلاثة سوايع ونص عنابة. زوج سوايع ونص في عنابة الجزائر أشقي. يحيوا ناس تطاوين، يحيوا ناس تطاوين. هل واحد تيجي تطول؟ أنا ماشي. تبي شو تطول؟ سلم هذا من الفلوس. ما شاء الله. عندنا العط. صار شو الله تطول؟ لطفي قبل أن نسافر أسر وألح أنه يأخذ يعطلنا ويأخذ كوتر. عطلكش. خاطر امبارح ريح لي كوتر بتاعه. يحب يهز معي كوتر. ريت علاش نسافر وحدي دابا؟ خف لف. قاعد تعطل فين؟ ربي يصير اسود. عنابة. عنابة. السرعة ما تمماش 120 180 190 900 ما تفهم شيء. فيراري هذا فيراري يا معلم. فيراري. ما شاء الله. عاشت الجزائر. جامعة جزائرية. ايه. ما شاء الله. القوستو. نفس التونسية ولا؟ لا ماهيش قوية. خارج على الخزمة. مزورة هذه. مزورة هذه. اعطينا التونسية اعطينا. هذه جاية من الجنوب. هو مصنوعة بالرمل هذه. هذه نفة. هذه برتم. من أقصى جنوب. هذه شمة هذه. إيه شمة. عندي بورتات. أما قوية. عطي المثل ولا؟ عدي أعطيك إيه. عمي عبد الله يجيبني. عمي عبد الله العيب. لفامي العيب. من عائلة العايب. العايب وحداد تعرفهم حداد. الحداد إيه. تسمى اعطيه الحس شم لما مخدع الجار اللي بعربع واللي قاعد في طرطان اعطيه الحس يا مسكين شم ولما لما ويا لطيف مخدع الجار يا لطيف اللي بعربع واللي قاعد في طرطان هكا. هذه باجة توا بعد باجة نعدوا على نفسه وتبرقه بعد تالي ندخل الجزائر. وصلنا تو نص المسافة موجودين تو في ولاية باجة. الرحلة ممتازة والطقس جميل جدا، تفرج على المناظر الموجودة ورايا. شوف النعورة هذه ما شاء الله. طبعا باجة من قبل معروفة بالقمح. ثم مثل يقول لك استني يا دجاجة اللي يجيك القمح من باجة. باجة. نواصل الرحلة إلى الجزائر. كيف من بكرة واللي حيكرة لما تروح بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تسافر. نحب ياسر نهبل عليها وردة أمر من الهوى وساعدنا واللي شبكنا يخلصنا وانت ماشي للجزائر لازم تعمل ترتاح في المدينة هذه مدينة تبرقة تفرج على الإطلالة الخيالية لا على البحر الابيض المتوسط مكان جميل جدا الطريق الى الحدود الجزائريه هاي سي بون تو طبعنا في الباسبورات نمشي للحدود الله يبارك فيك بسم الله ما بتبوني ايه من لولا شنو هذه البلاصه تاع
البلاصه اللي تعدينا منها هي اسمها ملوله. معاناه عبر الحدود. وقتاش بينا حوا هذه الورقه هذه مشكله بها. دخلنا تو للجزائر. وصلنا الجزائر. الجزائر هذه خاله اش في الديوان معانا. طيب ما شاء الله جميله جدا. شنو لطف. واحنا تو في الجزائر. شعورك اول مره تدخل الجزائر؟ كون راح يسرح لكم الديواني جدا. داخلين اخواتنا الجزائريين. والجزائر نحبها برشا. باهي عاد باهي كهو يز عاد يز خلي يشعل خلي يشعل. يلا خايفه من واللي حيقرا خليك هنا خليك بلاش تسافر. خليك هنا خليك بلاش تسافر. وصلنا طول بلاصة هذه اسمها أم طبول. أول بليدة بعد بعد الديوان اسمها أم طبول. نعم دار مقهى نسيم. هنا كل شيء يصرفوا فيه الفلوس تعمل فيه فوز. هذا مقهى نسيم تعمل فيه كل شيء. أشش حتى القزوز مختلف. الإيفري والرامي العصيرات مختلفة على تونس. كوكتيل رامي صرف لي 300 هاتي 300 ولا 200 300 300 صرف تونسيات هكا 200 واه ترى نزيك ساوي حمابي مصر. كيف سلم لي تو؟ هو قلت له يجي الدار وقال لي هذا اسمه خير بس الجزائر 300 300 شاف الاوراق شاف. ما تخافش ما تخافش. صرفت 300 دينار جوني زوز ملايين جزائريات. يا سيدي الرحله ما زالت متواصله الى عنب. عملنا بوز باش نتغدى وناكلوا حاجه. البلاصه هذه كلها مطاعم ذكرتني في الكوتين. شو اسم البلاصه هذه؟ قالا. قالا اسمها قالا البلاصه هذه. شنو لطفي؟ جعت ولا؟ شويه بركه مش تحب تاكل. انت تو في مدينه قالا شو تحب تاكل؟ والله فرحان. شوف الكاميرا. فرحان فرحان ما فرحان, فرحان انك خرجت من تونس. اي فرحان اني خرجت من تونس ورحله جميله جدا. ما شاء الله متع النظر. شوف 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 البقر وشوف مازلنا ما شفناش المناظر الطبيعيه. ان شاء الله ان شاء الله نعبوا المعده. نعبوا نمشي نعبوا الدواره وبعدين نكملوا الرحله الى عنابه. شوي الحمد لا بيري لا سوب. مش لا بيري لا سوب لا سوب. وهذه اللوبيا تحسها كانها مرقه اللوبيا. وهذا الرز جرب الرز شوف جميل ولا سردين. سردين. رز السردين. سردين. 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 هذا الشواء ناكله ما نعطيكش. اش طلبت انت؟ مع الرز؟ لا مسكين هو ايفابري. ايفابري كسكروت. تحب كسكروت؟ تحب كسكروت هذا هيك بسكالو. جاي لحظات برك اعطيه الحس. زيد هذه اصبر لك كثير بقري هذا راه امشي اجبد يا مسكين اعطيه الشياط. زيد نعم اخرى زيد يا رب بيطلع لك الدم بعد هذه الحمق طلع طلع حتى للزيت بقلب قريب ينحرق. ايش بالبركه اقلب اقلب اي 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 سبب خلوه في الزاير هذا يخدم في الزاير حتى الديوان. هاي نصبوا الغاز. شوف الغاز اي نعم بلاش فلوس 104 مليون دينار. 4 مليون دينار. 4 مليون بلاش فلوس. دام الله الرخاء. بدوي كان يحكي لي على البلان يتكلف له 6000 تونسيات برك البلان نتاع الغاز. في تونس يتكلف له ممكن 45 دينار بلان الكهرباء. الغاز طبعا ارخص من البترول ومن الايسانس ومن المازوت. الكهرباء نتاع بدوي هذه اوتوماتيك فيها ايسانس وغاز.
فيك عفاس هيك تولي تخدم إيسانس ولا؟ هيدا هيدا هاي غاز. تبيك غاز؟ كي خلص لك الغاز تولي إيسانس، ها تحب ترجع إيسانس عبز لنا. آه. أصبر ها. فهمتك. هاي تولينا شو؟ ما شاء الله. هنا إيسانس. إيه. الغاز أرخص من الإيسانس طبعا. إيه. طبعا. إحنا عبينا البلان غاز رخيص. بنعبوا الإيسانس بيك. 6 دينار. 6000 فرنك تونسيات. 6 دينارات تونسيات البلان. والليسانس اه اي غاز غاز البلان ايسانس البلان ايسانس تحت 25 دينار دام الله الرخاء في بالي بنجي نرحل نعيش في الجزائر ما شاء الله الكل وصلنا تو العنابة نمشيو ندبروا اوتيل بيتفي نقعدنا وحتى نخرج نعملوا دار اوتيل الموضوع تحب اوتيل 5 اطوال ولا 3 اطوال تروح عادي تروح عادي هذا الاوتيل الاول دخلنا له عطانا مفتاح قالنا شوف الشامبر الاول كان ما عجبتكش نبدل لك الرقم 22 لوج على الرقم 22 12 دوزيام مش كفاية انت مش متعود بسفرد عادي بسم الله 22 قلنا 23 هاي 22 بسم الله سيدي ها عندك شامبر سرير دوبل وعندك سرير مبلاسة عندك خزنة وشبكة الثلاجة ما شاء الله وعندك الإطلالة عاد على الشارع على الحومة الشعبية هي. هاي الإطلالة هاي. طبعا حومة شعبية في عنابة كان ما عجبكش نبدلو ولا نخلصها بعد ها؟ ولا نخلصها بعد عجبتك؟ عجبت انت ترقد هنا ولا بترقد هنا مره تفضل مليك شو حتى شو فاجئ بني فرنسا هذا جديد انا ما قلقني شو فيها وشي زعما نحساك ولا ب 4000 الشمر نحساك شو راك تدوش يا ماما يا ماما بس ما انا بدل واحد مخير ودي سمحه هذه ولا رخصها بار هار تطين فما زعما سخونة هي أصلاً. لا ثم بتطين وكل شيء. إيه ثم كل شيء. يتحل الشباب في الليل تحل يخش الهواء. ناخذ هذي وكهوة. هذي مخاصة حشية ما عاش تنساش مكيس. باه. لا ما عم بليش أنا ما عاد جد. تندم بعدين. أوكي. في حتى كلمات يزال مكيس. آه هو. يخدم شوفاش. يتخلص يعطيك الكوموند يعطيك المناشف يعطيك الصابون يعطيك شامبون. ورجله مرق. لطفي تو هذا صليت به هنا سيبو ها كملت به ولا ايه حطه في السكن صليت طيب. فوق يعني صليت لا. فوق صليت فوق من فوق الواح تغسل فيه يزني نغسل هلا باش تنحى الجراثيم الجراثيم شنو بلاط تدري ليش كل عارف سليم انت هكا انا بالك واحد اسرائيلي كان امبارح راقد هنا لا يستحيل يدخل الجزائر ما يخلوه شو قلت له زعما طبعا كيف يستحيل بتوصل لحق ايه مش يحلك ايش ها بختار نحط على مست السفاجات ما نقولش بيت دار سخونه بالله قصه شوفها غير تعالي شوف ما تقصش يمشي جنرالك شوف الجزائريين يعشقوا القضيه تلقى علم فلسطين في كل بلاصه